رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعيد متابعيني وكل المسلمين بكل مكان، إن شاء الله مبارك عليكم شهر رمضان، تقبل الله طاعتكم. وقبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شيء جديد. ويلا خلونا نبلش. كسرت اللوز الناي، وهون عندي الطحين الأبيض، سكر الباودر، الزبدة. رح احط اول شي المواد الجافة. حطيت 2 كوب وربع الطحين وكوب واحد سكر الباودر واللوز نص كباية ورشة صغيرة من الملح، بتعطي طعمة طيبة بالحلويات. وبراس المعلقة حطيت بيكنج سودا الخاص بالكوكيز. عملت حفرة بالنص ورح افقس البيضة مع الفانيلا 200 جرام من الزبدة، وبلشت افركهم بايدي الاثنين يعني مش عجن. بعد الفرك هيك صارت معي. بدي احطها بالبلاستيك ورح ريحها بالبراد مينيموم ساعة، هيك ما بتعذبني بالتقطيع. بدي اطبع شكل نجمة وشكل هلال. ممكن تحطوا على صواني الخبز بيكنج بيبر. قسمت العجينة لاثنين كرمال حرارة العجينة، وخليت وحدة بالبراد. رح بلش مد العجينة على السريع، وحرارة المطبخ لازم تكون باردة. بدي اعمل الستارز وشكل الهلال. You want to help mommy? السماء مترنمة، لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب. دغري رح بلش اخبزهم، وممكن اذا عاملين كمية كبيرة تحطوهم بالبراد ودغري على الفرن. حميت الفرن من فوق ومن تحت مع المروحة، هيك بيطلعوا مقرمشين. تخبزوهم بس 7 دقايق بنص الفرن على حرارة 250 سلسيوس. شوفوا ما شاء الله كيف صار لونهم، مش مهم يشقر كتير لونهم. هول اللاترز خاصة للسويت، استخدمتهم لتقطيع الكوكيز. رمضان مبارك. جربوهم كتير بينبسطوا فيهم الولاد، وحتى الكبار رح يحبوهم كتير. كل المعلومات او المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة ايدي. انتو شو سركم؟ خبروني بالكومنت تحت.